having a great 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 day. في فيديو اليوم حنجرب اغرب الكافيهات والمطاعم اللي لقيتها في اليابان، وصدقوني لقيت اماكن غريبة جدا. فلما بحثت اونلاين على كافيهات غريبة لقيت خيارات كثيرة، من كافيه في قطط الى كافيه كل شيء فيه من وجه نظر الاطفال. لو انا مش عارفة المكان هذا وشفت بيبي ذا ايش دخلت المكان؟ مستحيل. ايوه، الى مطعم كله روبوت. في فيديو اليوم حنجرب اغرب 5 كافيهات. هذا هو اللي حنسويه في فيديو اليوم، خلونا نبدا الفيديو. بس جايز قبل ما نبدا المغامره خلوني احكي لكم عن تطبيق خلاني استمتع بوقتي في السفر. اسم التطبيق يانجو بلاي. تحصلوا على 30 يوم مجانا لو حملت التطبيق من الرابط في الديسكربشن. تطبيق سوبر ترفيهي. جايز شعارهم شغل كل شيء. يعني فيه كل شيء من العاب، افلام، اغاني، كله. تطبيق يانجو بلاي الان متوفر بالاردن. يانجو بلاي منصة ترفيهية فيه كل شيء ترفيهي بالانجليزي وبالعربي وباللغات الثانية، وكمان فوق هذا كله يانجو بلاي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. لما تفتح التطبيق في وحدة اسمها ياسمينة، ياسمينة ذكاء اصطناعي تقدر تسألها اي شيء وحتجاوبك. يانجو بلاي موجود ومتوفر على الاي او اس، الاندرويد وكمان السمارت تي في. تقدر تدخل 4 اشخاص بالحساب، يعني كل حساب حيكون فيه 4 اشخاص. تحملوا التطبيق يانجو بلاي وما تنسوا تستخدموا الرابط تحت في صندوق الوصف عشان تحصلوا على 30 يوم مجانا. اوكي خلونا نواصل الفيديو. خلونا نبدا بمطعم غريب بس مشهور كثير في طوكيو. اول مكان رحته اسمه ذا ميد كافيه، مشهور جدا باليابان، وهو مطعم غريب بيكون فيه الوظيفات لابسين ملابس الخادمات وبيعملوا عروض مختلفة زي الغنى والرقص ولعب الألعاب مع الزباين. والله يا جماعة إنه أنا زي الأطرش بالزفة ولا فاهمة كلمة. بدل التحية الطبيعية اللي ممكن نسمعها بأي مطعم، أول ما دخلت سموني برينسس. وات؟ أول مرة حد يناديني أميرة. فطبيعي من أولها عجبني المكان. فبدأت تشرح لي المنيو ونصحتني أخذ العصير الخرافي هذا اللي لما أغني يتحول لونه، او على الاقل هذا اللي انا فهمته منها. اويسكوناري يس ريكوس مور هات موي كيو اوكي بافي. طبعا انا في اللحظه هذه بتفرج على المشروب وانتظر انه يتحول لونه وردي بعد ما غنيت، لانها قالت انه المشروب لونه وردي بس لا. بعد المشروب اللي المفروض يكون وردي بس طلع انه مش وردي، جابت الاكل، وطبعا يعني مش هينفع ان احنا ناكل بدون ما نغني. حاسه اكلني افرش بالزفر. قلت لها انه عيد ميلادي اليوم فكتبت لي هابي بيرثدي. اه ثانك يو سو ماتش. ففكرة الأكل هو يجي إنه عندهم زي الباكج يجيبوا لكم عصير وبعدين وجبة واحدة وصورة مع البنات. هذا بيض، بيض على رز، بيض ورز، غريبة بيض ورز. المهم بيض ورز. عندي إحساس إن البنت اللي جنبي عمرها ما سمعت اللغة العربية من قبل، لأنها جالسة تتفرج عليها من أول، أحسها كأنها بتحاول تفهم إيش اللغة هذه. الصوص الوردي بس مجمع. طيب يا جماعه فهروح الان اتصور معاها. بعد ما تخلصوا من الاكل المضيفه تناديكم بالمسرح. ايوه يعني في ستيج واضواء وكذا عشان تاخذوا صوره معاها. الان حنروح للكافيه الغريب جدا اللي في القطط. فكرة الكافيه انه الزبائن يقدروا يستمتعوا بشرب القهوة او الشاي وهم بيتفاعلوا مع القطط اللي عايشين في الكافيه. شايفين الفتحة اللي قدامكم؟ الباب هذا انا دخلته ويا ريتني ما دخلته لاني جلست نص ساعة ادور على مدخل الكافيه. دخلة ما تطمنش. اي حد طبيعي حيشوف المنظر هذا ويوقف، بس لا مش انا. واصلت وواصلت وواصلت، مش عارفة ليش مقتنعة انه الكافيه في اخر دور، يعني اكنهم حيرموا القطط فوق. احس اني ضايعة. Can I get to the cafe? I'm not sure too. ممكن يكون فوق. رمينا القطط فوق. اوه يا رجلي. اه يا قلبي. اه. جايز انا في الدور السادس. لا. قلبي هوووو. رموهم في السقف ولا ايش؟ انا في الدور التاسع، الدور العاشر. لا مستحيل، مستحيل. ما حدش حيروح المحل. جايز انا حنزل خلاص. كان في ناس سبوني وراحوا. يا الله. ان شاء الله يخلص المكان هذا ولا ايش؟ شوفوا جايز بعد ما طلعت، غلقوا المكان. كل واحد يخرج الان. الله 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 الله. أول ما تدخلوا الكافيه وحدة تيجي وتعطيكم ورقة فيها كل التعليمات وقوانين الكافيه.
يعطوكم نص ساعة $6.88 وبعد كذا كل 10 دقايق يحسبوها $1.50. جايز كمان يعطوكم منيو فيه تريتس وأكل القطط تقدروا تشتروه عشان لما تدخلوا ممكن تأكلوهم. قبل ما تدخلوا عند القطط لازم تحطوا كل أشياءكم باللوكر وتخلعوا الجزمة لأن هم بيعطوكم شبشب وبهذه الطريقة بيحافظوا على نظافة المكان للقطط. وقبل ما تدخلوا كمان لازم تغسلوا يدكم. حاطين بالجدار صور كل القطط اللي عايشين بالكافيه. قبل ما تدخلوا الغرفة اللي فيها القطط في عندهم آلة برا تقدروا تاخذوا منها يا أما قهوة شاي عصير أي شيء وطبعا هذا بيكون مجان. يعني القطة كذا جالسة نايمة ولا كأنه في أي ناس. جايز كان في قطط في كل مكان، يعني فكرة غريبة إني أنا جالسة أشرب كوفي وورايا قطة نايمة. حتشوفوا قطط نايمين، قطط بتلعب مع الزباين، قطط في كل مكان، كل مكان. الشيء اللي لاحظته وعجبني كثير إنه المكان نظيف، نظيف جدا. شكلي حقلانة. كنت بحاول أكلهم بس محدش كان بيأكل، مش عارفة لو الأكل مش حلو ولا خايفين مني ولا إيش الموضوع بالضبط. حاولت وحاولت وحاولت بس ولا واحدة منهم رضت تأكل. بعدين شفت قطة لونها بيضة كذا لوحدها هناك ورحت لعندها. صراحة المكان كثير حلو، أحس إن الواحد ممكن ينسى الوقت لما يكون داخل تلعبوا مع القطط وتنسوا الوقت. أظن هو فوق لو أنا مش غلطان. اسم الكافيه The Child's Perspective Cafe، يعني مقهى منظور الأطفال. صراحة الكافيه هذا فريد من نوعه وغريب جدا. صمموا هذا الكافيه عشان الناس تيجي وتجرب العالم من منظور الأطفال، وبالكافيه بيعاملوكم زي الأطفال بيطلبوا منكم أن تخلعوا الجزمة. أحجام الأكل بالكافيه عملاقة. طلبت كوكي وكان الكوكي على حجم كيكة. لو أنا مش عارفة المكان هذا وشفت الراجل ذا أو البيبي ذا ما كنتش دخلت المكان، مستحيل. شكله مخيف هذا تيالي. مش حكذب عليكم بس الأكل في الكافيه هذا ما كانش طعمه حلو خالص. مش عارفة لو هم عاملينها بقصد على أساس إنه أكل الأطفال مش حلو، بس أنا شخصياً ما عجبني. إنه حتى الكوباية عندهم عملاقة. عندهم هذه الشنطة العملاقة الثقيلة جداً اللي يخلوكم تجربوه عشان تحسوا بشعور الأطفال لما بيلبسوا الشنطة للمدرسة، ومن جد كان ثقيل جدا جدا. والله صراحة يعني فكرة كافيه هذا غريب، من جد غريب وفريد من نوعه. عمري ما شفت حاجة زي كذا، لكن مستحيل انه ارجع مرة ثانية. يعني خلاص انه جربته مرة وخلاص. هذا مش كافيه انه ممكن واحد يجي ويقضي وقت هنا، هو بس تجربة. يلا بينا على المحل اللي بعده. بدأ يمطر. ولكن هذا ما وقفني من اني اروح للمطعم الثاني اللي انا من جد كنت متحمسة كثير اروحه. اولا لانه سمعت ان الاكل عندهم حلو، بس ثانيا لانه جوي وعارفة انه حيعجب. المطعم هذا افضل مطعم للاشخاص اللي يحبوا ياكلوا برا بس ما يحبوا يختلطوا مع الناس. فالان بدور على المحل بس مش مكتوب اسمه بالانجليزي. الله يستر الله يستر. بس اظن وصلنا. واخيرا وصلنا الى اشهر واغرب مطعم نودلز في اليابان. يطبق مفهوم ياباني باسم موكي شوكو. مش عارفة لو نطقت الكلمة صح ولا لا، ولكن هو مفهوم ياباني يعني تناول الطعام في صمت وكل واحد يكون لوحده. أول ما تدخل المطعم في آلات للطلب، اختار منها طلبك وتدفع. المطعم مصمم للأكل الفرد، يعني فيها فواصل يضمن لك تجربة خاصة. يعني هذا الترتيب بيسمح للزباين إنه يستمتعوا بالرامن بدون إزعاج، بدون الحاجة للتفاعل مع الموظفين بشكل مباشر. يعني هذا المطعم ممتاز للناس الخجولين. يعطوكم ورقة تقدروا تختاروا كل شيء في الطبق الرامن، يعني من صلابة المعكرونة إلى كثافة المرق ومستوى التوابل. وبعد تخلصوا تختاروا في زرار تضغطوا عليه يتفك الشباك وحد يجي من الجهة الثانية وياخذ الورقة بدون ما تشوفوا وشهم وكمان بدون ما تتكلموا معه. شكلي طلبت غلط. قالت لنا
انت ما طلبتي رامن، لازم اطلب رامن. انا عانيت شويه لانه كل ما كنت بعطيها الورقه كانت بتقول لي انه رامن. انا طلبت غلط ومحدش هناك بيتكلم انجليزي وما فيش موظفين انه اسالهم ايش اللي مفروض اسويه، فرجعت اكثر من مره للاله وعشان اطلب. المهم حصل لخبط. عندهم حاجات كذا زي البلوكات حاطينها في كل الكرسي تساعد الناس اللي يكونوا خجولين او يعانون من القلق الاجتماعي، فعشان ما يتكلموا مع الموظفين نهائيا يحطوا لهم بس البلوك. قبل ما يعطوكم الرامن يعطوكم بيضة مسلوقة. مش هكذب عليكم، الرامن كان شوية سبايسي بس من جد واحد من أفضل الرامنز اللي جربتهم بحياتي. وأنا شخصيا عجبني كثير فكرة المطعم لأني ما أحب أطبخ وأحب أكل برا بس ما أحب الزحمة، فهذا المطعم ممتاز بالنسبة لي، أعطيه 10 من 10. كافيه أفاتار روبوت هو كافيه مبتكر في اليابان يستخدم الروبوت يتم تشغيلهم عن بعد لخدمة الزبائن. الروبوت اسمهم أوريهيم، أوكي مش عارفة لو نطقتها صح، ولكن حلاوة الروبوت هذه إنه تم تصميمهم بمثابة أفاتار للأشخاص اللي عندهم إعاقة أو حالات أخرى تمنعهم من الشغل في بيئات تقليدية. كل روبوت بيتحرك بالمطعم فيه شخص في البيت بيتحكم به، فالروبوت بيتفاعلوا مع الزباين يعطوكم الأكل. يقولوا هنا أنه مفروض عينهم تنور بس أظن هذه مين تمسينا. طلبت هذا الأيس كريم. How are you? الروبوت اللي قدامي أظن أنها ما تتكلم إنجليزي، فجأة تتكلم ياباني مع الناس اللي قدامي سابتني. Nice to meet you too. So mine is this one. Oh yes, I have a lot. Yes. Yeah. Okay. Could you take? Yes. Thank you so much. These two. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Enjoy your day. Thank you. فالهدف من هذا الكافيه هو توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش اغرب كافيه شفتوه في فيديو اليوم، وكمان اكتبوا لي اي افكار ثانيه حابين اعملها بالفيديو الجاي. اوكي جايز كذا وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك في القناه. شكرا كثير على المتابعه، في سلام.